فيه كيفك؟ صباح الخير. شو عم بتطرزي؟ هلا بتشوفي شو بدك تعمل طيب؟ بدنا نعمل إعادة تدوير والاستفادة من علب الحليب. اسطورة اللبن اسمهم. هذا مش حليب اسمه سطر اللبن. بلشنا نخربش. اللبن علب اللبن. شايفين عندنا علب، يعني علب اللبن هاي إذا واحدة منهم، واحدة بالطول، واحدة بالعرض، واحدة بكذا، علبة لبنة. بالضبط. كثير حلو. بدل ما نكبهم نقدر نستفيد منهم، يا منحط فيهم اشياء، دائما منحط كونتينرز لاقلام لاي شيء كاردز عندنا بنقدر نحط كراكيب. فيهم كراكيبنا اللي بس بشكل مرتب. حلو. فرح نستفيد هلا من علب اللبن. طب ما خلصتيها لشو عملنا الحلقه؟ لا ما لسه ما بلشناش. شايفتك خلصت لفيت الشباب ما بلشناش. هلا الاشياء اللي بدنا اياها رح نحتاج ماش او شبر. رح هلا رح بالابره والخيط رح نزمزمها عشان نحطها بشكل هيك. عم بتزمزميها؟ ايوه. اوكي. بشكل مكشكش. كشكش وزمزم. بالضبط. تمام. وبعدين نقدر نحط عليها كلفه من فوق او بنقدر نحط عليها ورد. هلا بنقدر نحط عليه برضه ورد اصطناعي زي هاد اللي هو هاي علبه اللبنه. هاي اللبنه. بالضبط. حطينا عليها الورد وانا حطيت له زي باسكت. حلو. صارت فكتير حلوين وبدل ما نكبهم نقدر نستفيد منهم بإشي. صح. مرتب. أوكي؟ أوكي. إذا بدك منبلش هلأ. هلأ أنا قصة هاي قطعة القماشة. أوكي؟ هلأ رح أزمزمها بالإبرة والخيط. هلأ بس هيك عم بعمل القطبة بتكون بالعرض. بس قبل إذا منشوف هنا منلف الشبر على السطل على الإيد عشان بالمرة ما تبين على هدول. هذا بس هيك ما يعني هاي الحركة الأولى بس. بالزبط. لسه بده يجي عليه كتير إشياء. بالضبط. ألف لك يا بتقدري تعلم منك شتفي. هلأ بفرط تلفي هوش. هلأ بفرط. هلأ بده يطلع أرتب من اللي عملتي انت. طيب يلا لنشوف. فأنا هلأ عم بزمزمها. طلعي ديالة لما نزمها قديه بتطلع حلوة إذا عملناها وردة. عم تعملي فيها أشياء. طلعي لما تنزم هيك على هذا هاي الزمة كتير بتطلع حلوة لوردة لبروش. بس أنا اليوم رح نحطهم على سطولة اللبن. مش جاي معاي اليوم اللبن. لا ليش عارفة ليش. مش عارفة. طيب كيف من نخلص من اعطيني لما تخلصيها اعطيني اياها الزق لك اياها. اوكي ثانك يو ديالا. هيك ولا بتبين انه اصلا هي سطل اللبن. بعدين هذا البلاستيك قوي يعني بضاين مش انه طبعا بتضلها. بتضلها. اوكي خليني اكمل الزمزمه. اوكي هلا بدي افردها. فرفتها هيك. أم عبد الله بتقول لك هي بتلف عليهم صوف كمان. حلو برضو. حلو الصوف ألوانه كمان كتير حلوة. بزبط. أم عبد الله بتعمل كتير أشياء حلوة ودائما بتبعت لنا صور. والله بتبعت لك تفرجيكي. حلو. اوكي هلا هاي تقريبا خلصت. خليني اشوف اذا بس بتلف. يس
بتلف. خليني بس اقطبها اخر قطبه. يعني كل الصور اللي صورنا اياهم حاتم ما نزلهم، نزل وحده يعني ايش؟ الله يسامحك حسابك عسير بعد الحلقة. لا لا هو مبدع بالصور بس ليش اليوم هيك نزل هلا وحده هيك؟ يعني بقول لك هو بنقيهم خصوصي خصوصي بلكن. اوكي خليني هلا ابلش احط على البلاستيك، رح احطهم بطريقه ورا بعض هيك. بدهم اكسسوارات للبيت، اكسسوارات للبيت زي هيك شيء هيك نعمل سنتر بيس شي مره. عملنا كثير احنا بس بنضلنا نعمل تغيير. هلا شيء هيك عملنا شيء هيك كان غم شوي الوان الشتاء ايش يعني. هات شوي الوان الربيع هلا. هذا كله واللي كل هذا حلو. انا قصدي اعمل سنتر بيس الوان نعمل. ربيع نعمل نعمل الالوان المغمه دائما انت بتشجعيني. لا يعني قصدي عملنا شيء من الشجر وهيك كله كان تذكري زي ما انا كنت صح معك بالخريف. فهلا نعمل شيء فرح فرايحي شوي. نعمل فرايحي ولا يهمك. اوكي هلا بس رح احطهم ورا بعض تحت بعض بهاي الطريقه. طيب الوردة هاي الحمراء الجربيرة هاي نقدر نحطها هلا على الجنب، بس بدي احط هاي الكلفة. شوفي ام عبد الله كثير حلو، تذكري هاي عملتيها كثير حلو. انت كنتي معي؟ كنت معك. كثير حلوة. هاي السلة الصفراء كيف عملتها؟ اوكي خليني اقول لك كيف عملت هاي السلة. هاي علبة لبنة اللي جوا الاساس، علبة لبنة وبالسيليكون بتلزق، جابت الورد ولزقت الورد ولفينا الشبر الاصفر. يعني هو كثير بسيط بس هي يعني كيف تبلشوها الفكره. بس كيف لزقت هذه؟ ايش اللي هاي؟ بلاستيك. عندي قطعه بلاستيك مخرمه قصيتها ولفيت عليها الشبر وهي ملزق بالسيليكون مبين. حتى بنقدر نحط ستان جوا اذا ما بدنا تبين انها علبه. سهله كثير وحلوه كثير. يعني من اي شيء متوفر عندنا بالبيت، اذا عندنا زياده ورد قديم بطلنا نستعمله، زرار، كلف برضه حلو. وهاي الطريقه اللي عملناها بالقماش بنقدر نعملها بالشبر، اذا عندنا شبر ما عندنا قماش نقدر بنفس الطريقه اللي زمزمنا فيه القماش نزمزم فيه الشبر. اوكي هي قصينا. شايف برجعوا الناس، يعني في دائما عندنا ناس جداد برجعوا بتابعونا. فهلا مثلا في عندك هون اماني بتقول لك اعملي لنا اشياء المطبخ، مرتبانات وايد الثلاجه. تذكر المرتبانات عملنا اشياء صح حلو. عملنا كثير اشياء حتى مرتبانات للخياطه. مزبوط اعطيني اياه. صح 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 صح. ايش عملتي فيه؟ حط فيه لما بتشتري الجاكيت او قميص. لما بتشتري الجاكيت او القميص مش بكون في زرار اكسترا؟ صح مزبوط. بقصقصهم بحطهم جوا. فيري جود حبيتك خلص. اوكي نحط هاي هون ولا حطي؟ ايش رايك؟ حلوه كشكش وزمزم وشلل. كثير طلعت حلوه ما تقولي لا كثير حلوه. هي اصلا هيك لازم تكون فايعه، ما بتدريش تكون هاي اشي هيك عادي. لا كثير حلوه. واذا حطيناها بالمطبخ حطينا فيها كل الاشياء اللي بدنا اياها، الاقلام، الاشياء اللي نستعملها، المقصات، ممكن زي ما قلتي كمان اشياء الخياطه كمان اللي بنستعملهم. بتعرفي حتى لو بالمطبخ حطيتي المعالق اللي بتحطي فيها. مزبوط شغلات اللي هيك بيطلع حلو برضه. حلو. وهاي شو بنحط فيها؟ هاي شو بنحط فيها؟ هاي بنحط فيها اي شيء. بنحط فيها البيض ممكن اللي زياده. ما بتشتري كرتونه ولا لا؟ بطلنا نشتري كرتونه، صارت غالي الكرتونه، صرنا نشتريهم بستة او بالعشرة. لا جد نقدر نحط فيهم اي شيء.
حتى للبنت الصغيره بنقدر نحط لها اقلامها وتلوينها زي ما قلتي هيك اوت بالضبط. حتى ممكن كمان للفلاور جيرلز اللي بيمشوا قدام العروس نعمل لهم تعملي هاي وتحطي ورد. هلا احنا جايين على موسم اعراس وخطب بالضبط، ورد فيها ناشف وبتصيروا تزتوا بالضبط، بس بنغير طبعا لون الورد لابيض او بينك حسب او فضي زي ما بدنا. كثير حلوين. قولي لي اذا في اسئله. في كثير اسئله يعني ما شاء الله عليك يا في مبدعه. ثانك يو ديا. خليني بس ننزل لتحت كمان نشوف من فلسطين من طول كرم عم بيشوفونا اول مره وحبوا كثير اشغالك. بنصبح عليهم. بدنا اعمال يدويه للاطفال كل يوم تنين. تابعونا كل يوم تنين. اوكي نعمل اشياء للبلاد الصغار كل يوم تنين. يس حلو. يسلموا ايديك يا في. شوفي هون، شوفي هاي احلى. باي لو بقدر هذه احطها. شوفي شو الفكره حلوه. كثير حلوه على فكره، سهله كمان. كثير صوره بعثت لنا اياها مين؟ عارفه تقريها يعني انا بقراها عمر. عمر بس هي اكيد يعني مش سيده مستخدمه يمكن. جايبه المبشره، المبشره المبشر فيها البصل والجبنه والهيك كذا وحده ومحطوطين على خشبه، معلقينهم على خشبه من فوق ونازلين منهم ضواو اضاءه فيها. شو كثير نقدر برضه نرشها للمبشره بيطلع برضه حلو كمان. كثير حلو والله، الوان حلوه. على كل حال في كثير هيك بسلموا عليكي وبقول لك يسلموا ايديكي. بنصبح الكل وان شاء الله تكون الفكره مبدعه مبدعه. الكل بقول لك مبدعه. ثانك يو ثانك يو ديالا. شكرا لكم، شكرا فيك. عشان تستضيفوني يا اختي عليك انت، شكرا انك انت طلعتي معنا اليوم مستضيفتينا.